كل واحد فينا وهو صغير ترسخت في مخه قصة من القصص اللي كانت رواله وهو صغير من أمه أو أبوه. ونحن الحين في معرض الشارقة الدولي للكتاب، خلونا ندخل في ذاكرة زوارنا نتعرف على مثل هذه القصص. حمد سالم، حمد سالم سليم الكتبي. والنعم أخوي حمد، شو آخر قصة قريتها؟ شعر. يعني قريت قصيدة مو قصة. زي ممكن تقول لنا القصيدة هذه؟ الله يديم العز يا دار، في ظل رئيسنا خليفة، محفوظ من كيد الأشرار، وعلمت في العالي رفيفة، كنا فدات صغار وكبار، لشف من نفسه شريفة، فيك الكرم للضيف ليزار حق الأدق وام خيفة. اسمي عليه محمد عبد الله المزروعي. أتذكر قبل يوم كان عمري 4 أو 3 سنين، كانت الوالدة تقول لنا قصص، وأنا من القصص اللي أتذكرها قصة بينوكيو اللي لها عبرة، إن كان الرجل كل ما يكذب يطول، يعني خشمة يستوي طويل. هذه القصة علمتني إن الكذب شيء ما زين. أنا اسمي خديجة علي محمد النقبي، مدرسة أم الفضل، أدرس في الصف 5-2. آخر قصة قرأتها هي ميمي وشعرها الملفوف. ملخص القصة هو أن في بنية اسمها ميمي كانت تحلم أن شعرها يكون نعيم مثل شعر الأميرات. ففي مرة نامت وحلمت أن كان شعرها سيدة، يعني كان شعرها ناعم وكانت تتجول وملانة، فتبى تلعب. فسألت عند ربيعتها وكان يقول لها بنلعب ويا بعض. ربيعتها ما طاعت، كان يقول أنا ما أعرفت. بعدين سألت عند والد عمها، بعد كان قال نفس الكلام. سألت عند يدها فقال نفس الكلام. بعدين ميمي سارت على الرصيف يلست الصيح. فبعدين نزل المطر وعاد شعرها مثل قبل، فالناس عرفتها ويت تلعب وياها. واللي استفدت من القصة أنه ما يعني نرضى باللي الله سواه حقنا، نرضى باللي الله خلقنا فيه. أنا اسمي سعود فيصل الملة من مدرسة البحث العلمي، وأنا آخر قصة قرأتها كانت قصة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باسم القائدان البطلان. هاي القصة تتحدث عن الشيخ راشد والشيخ زايد رحمهم الله عندما كانا صغيران وماذا كان حلمهما. وأنا استفدت من هذه القصة أن التعاون يؤدي إلى نجاح الحلم. حنين. حنين، تذكرين قصة يمكن صغيرة الوالدة أو الوالد كان يقرأ لك إياها؟ زين، ممكن تقولي لنا شو كانت القصة، شو اسم القصة أول شيء؟ هي اسمها الكتاب المزهر. زين، حافظة شيء من هاي القصة أو ملخص تعطينا من القصة؟ زين قولي لنا. وكان في بنت، لا هي كانت تقعد تحت شجرة على طول، فأول ورقة هرت منها بالخريف أخذتها حطتها بقلب كتابها المفضل، وهي كل أسبوع كانت تقرأه، وكانت تحكي لعائلتها كل جمعة. فكانت فجأة صارت بلشت تظهر الورقة وتطلع كتب صغار مثل هاي. بعدين صارت تظهر وتكبر، ما عاد ضل الله أرنى عندها بالغرفة، فأزرعتها بالحديقة بيتها. وكل مرة صارت تكبر أكتر وأكتر ويقرأوا تحت الأطفال. فبعدين هيك تكونت مكتبة كبيرة ويتسلقوها الأطفال ويقرأوا عليها. زين، شو استفدتي من هالقصة؟ أخذت عبرة أنه مثل قراءة القصص هي شيء مفيد، يعني نتعلم قراءة القصص والكتب، صح؟ شكرا. عفوا. مشاهدينا، لا زال هناك قصص في ذاكرة زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب. نلقاكم غدا.